مشروع مدر للدخل، ذلك الذي تمكن الشاب سيد أحمد المحمد من إطلاقه هنا وسط مدينة سيدي بابي بعد حصوله على تكوين مستمر لمدة سنتين في مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بالمدينة. عندي ورشة سدير الألمنيوم، بدايتي عند السانتر تكوين مهني 2010، وتخرجت من 2012، وكنت نعدل السدير لحام. بعد فترة مشيت نطبق وواصلت، وقبلت عدت الألمنيوم معه وطوب، الحمد لله قبلت واصلت الألمنيوم بالتطبيق مع الفترة اللي فوت في اللحام، جبرت مولي خبرة كافية قد نتعلم ده. وتعلمت الألمنيوم الاثنين، بدأت واصلت زاد في التكوين، يعني طبقت فيه معنى عندي، طبقت فيه ثم افتحت 2015 فيه. يؤكد الشاب الطموح أهمية إقبال الشباب على شعب التكوين المهني، مبينا حاجة السوق المحلية والوطنية إلى اليد العاملة المتخصصة. لابد نحن مولي ودا فينا مدة أتعدل ذي الأعمال، ما تقول أنا عندي شهادة باك ولا عندي موفي الجامعة، ما تقدر تعدلوا بابي اللي إذا عدلوا للمهندسين. نحن هم اللي هم ما بينتو نطوروه يقربوا بالعالم الآخر، فيه الله المهندسين هم اللي ابتكروا ذا وطوروه وجدوا فيه، عاد يجينا احنا بطريقة نقدر نشتغلوا. من أن حد ما قرأ ما يقدر يعدل العمل بلي فيه حساب وفيه ياسر، يعني بعد يطلب ذكاء. يسعى قطاع التشغيل إلى النهوض بواقع الشباب عبر توفير مجالات العمل والتكوين المهني، ترقية للمجال واستجابة لحاجيات السوق الوطنية. يثمن صاحب هذا المشروع الدور الكبير الذي تسهم به مدارس التكوين التقني والتكوين المهني ضمن سعيها إلى تطبيق مقاربة وطنية تهدف إلى تطوير السوق المحلية وإمدادها باليد العاملة الوطنية المؤهلة. شوقي محمد فالي، قناة الموريتانية، مدينة سيدي بابي.